دائما ما نسمع بالمتوسط الحسابي والوسيط والمنوال. طبعا وش المقصود فيها؟ المتوسط الحسابي هو مجموع البيانات على عددها. لو جينا نعد البيانات الموجودة عندي 1 2 3 4 5، اذا هنا حقسم على كم؟ على 5. لو جينا نجمعهم 18 مع 12 مجموعهم 30، 30 وعندك 20، 50 و10 و10، اذا المجموع كم؟ 70. طبعا 70 طبق عليها استراتيجية القسمة على 5، هنا نضع فاصلة وندبل الرقم 7 و7 كم؟ 14. اللي يبغى يعرف الاستراتيجية هذه ممكن يرجع للمقاطع السابقة. طبعا الوسيط لابد من ترتيب البيانات، يا تصاعدي يا تنازلي. انا هنا برتب من الاصغر الى الاكبر، يعني تصاعدي 10، ثم الرقم 10 اللي بعده كذلك 12 هو اصغر واحد بعد 10، و18 واخر شيء اللي هو عبارة عن كم؟ 20. لو جينا نشوف البيانات، من الذي يقع في المنتصف اللي هو عبارة عن ايش؟ 12. هنا عددين على اليمين وعددين على اليسار، اذا الوسيط بيساوي كم؟ 12. المنوال هو الاكثر القيم تكرارا. لو لاحظتم هنا اكثر قيمة تكررت عندي هي 10، اذا المنوال بيساوي كم؟ 10. ملاحظة بسيطة، احيانا الوسيط ما يكون عدد البيانات عدد فردي، يعني هنا البيانات عندي كم عددهم؟ 5، لكن لو كانوا 6 مثلا كان هنا 21. اجي اشوف الارقام اللي في النص تكون رقمين وليس رقم واحد، فاجمعهم 12 و18 مجموعهم كم؟ 30. اذا اخذ 30 واقسمها على 2 وهتصبح الناتج كم؟ 15. يعني اوجد المتوسط لهم. على فكرة المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال تسمى مقاييس